بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحبل الكريم، مشاهدين الأعزاء، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله مساءكم هذا بكل خير. نحييكم أجمل تحية، ولا زلنا نحييكم من هنا من ميدان الهجن العربية الأصيلة في منطقة المرموم، في ميدان المرموم، في هذا الميدان، في هذا المهرجان الكبير وهذا العرس الخليجي المتميز هنا في يوم الثنايا. يوم الثنايا لأصحاب السمو الشيوخ ينطلق بحفظ الله ورعايته شوطنا السابع، الشوط السابع الذي خصص للثنايا الأبكار المحليات الأصائل. جائزة هذا الشوط سيارة وبقية المراكز حتى المراكز العشرة الأولى، هناك جوائز نقدية قيمة رصدت لكل الأشواط في هذا المساء الجميل، في هذا المساء التراثي، في هذا المساء المميز، في هذا اليوم، في هذا اليوم، في يوم الثنايا. نسير إلى المقدمة وأرى اللي في مقدمة الشوط. اللي في المركز الأول هنا أرى هقوة لسمو الأمير، لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود جابر بن محمد بن جابر بن قرينيس المري، هو المضمر. يا مرحبا يا بن قرينيس، يا مرحبا بهذا الشعار، قادم من المملكة، من مملكة سلمان الحزم والعزم، هنا في ميدان المرموم، مرحبين بهذا الشعار، مرحبين بكل الأشقاء، مرحبين بكل الأصدقاء، مرحبين بكل الأخوة الأعزاء في هذا الميدان. ننتقل مباشرة إلى المركز الثاني. المركز الثاني، المركز الثاني أرى هنا الحذرة، الحذرة، الحذرة مع هجن الرئاسة، هذا الشعار الأحمر، عيسى بن سعيد الخيالي هو المضمر. ننتقل مباشرة إلى المركز الثالث. البيدة، البيدة تأتي في المركز الثالث، والبيدة تعود ملكيتها أيضا لهجن الرئاسة، تعود ملكيته لهجن الرئاسة مع محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. المركز الرابع اللي تدخلت في هذه اللحظات اللي هي شمعة لهجن العاصفة مع غيات الهلالي. المركز الخامس أيضا هنا، المركز الخامس أرى الشاهنية لهجن العاصفة مع غيات الهلالي تأتي في المركز الخامس. المركز السادس أرى التزام، هنا التزام للالتزام، التزام لهذا الشعار أن يحافظ على هذا الموروث، هذا الموروث، هذا الموروث الذي توارثناه من الآباء والأجداد لهجن العاصفة مع غيات الهلالي تأتي سادسا. المركز السابع، المركز السابع أرى المرعوشة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، يا ولد خليفة بن سالم بالصقعة الأغفلي، الكابتن، 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 راعي بلابل، راعي بلابل متواجد، نتمنى له التوفيق. المركز الثامن، ننتقل إلى المركز الثامن. الشاهنية تأتي في المركز الثامن لسمو الشيخ عبد الله بن سعيد المعلى مع محمد بن خميس بن مصبح بن بدر العليلي. المركز التاسع، المركز التاسع وصلت هنا الشاهنية لهجن العاصفة مع غيات الهلالي. والمركز العاشر، المركز العاشر وصلت، وصلت نشايب لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، خالد بن مر بن حلوة الاجتبي هو المضمر. هذه العشرة المراكز الأولى المتقدمة وأول إذاعة للعشرة المراكز. يا سلام الله، يا هي أشواط، يا هي أشواط جميلة في هذا المساء، في يوم الثنايا، في ختام المرموم 2018. الله الله الله. ولكن ضيفتنا العزيزة، ضيفة الميدان، مسيطرة على الموقف،
مبكرا، وهذه لا زالت تقود هذه الجموع هجوة هجوة وهجوتهم فيها هجوة كبيرة أن تنتزع الناموس وتوصل السلام إلى أشقائنا في المملكة العربية السعودية الشقيقة. هجوة تعود ملكيته لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود مع جابر بن محمد بن قرينيس المري. سويت يا بن قرينيس سويت، ولكن المسافة طويلة، المسافة طويلة. هناك الملاحقة القوية، هناك التدخل في هذه اللحظات اللي تدخلت في هذه اللحظات الشاهنية لهجن العاصفة، ولكن من الجانب الآخر التزام التزام يا التزام، أسمن على مسمى هذه التزام، غيرت النتيجة، انطلقت انطلاقة التزامية إلى المركز الثاني. التزام تعود ملكيته لهجن العاصفة مع غيات الهلالي، مع غيات النقل التالية على الشاهنية أيضا لهجن العاصفة مع غيات الهلالي. المركز الرابع، البيضة تأتي في المركز الرابع لأيضا هجن الرئاسة مع محمد بن عتيج بن زيتون، ولكن بالصقعة بالصقعة بالصقعة. الله يا راعي بلابل، راعي بلابل مع المرعوشة، مرتعش اليوم، مرتعش 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 بالصقعة مع المرعوشة أيضا لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم خليفة بن سالم. بالصقعة الأغفلي يأتي في المركز الرابع، في هذه المركز الخامس، المركز السادس اللي تدخلت في هذه اللحظات شمعة 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 جميلة متميزة، شمعة من شموع الفرح لهجن العاصفة مع غيات الهلالي. تأتي المركز السادس، المركز السابع اللي في المركز السابع في هذه اللحظات الحذرة، الحذر لهجن الرئاسة مع عيسى بن سعيد الخيالي. والمركز السابع، المركز السابع اللي وصلت في هذه اللحظات وخذت المركز السابع أيضا أيضا الشاهنية لهجن العاصفة غيات الهلالي. المركز الثامن، المركز الثامن وصلت وبرة أيضا لهجن العاصفة غياث الهلالي. يا سلام، بنعود يا علي، بنعود يا علي، بنعود والعود أحمد إلى مقدمة الشوط. الله، إن سألتوا عن موقعنا في العراق نقولكم غادرنا لوحة 3 كيلو متر. الله، وضيفتنا هقوة 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 لا زالت مع بن جرينيس، جابر بن جرينيس أراه بالعين المجردة. الله، يا العود يا العود، روح روح يا جابر يا بن جرينيس. أيضا مع هذا الشعار الملكي، هذا الشعار المميز، هذا الشعار الجميل الذي حصد الكثير والكثير من السيوف ومن الجوائز القيمة، هذا التابع، الشعار التابع لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود مع جابر بن محمد بن جرينيس المري. لا زال مسيطر أيضا مع السيفين والنخلة، مع السيفين والنخلة. هذا الشعار، شعار المملكة العربية السعودية الشقيقة. ولكن يا بن جرينيس دير بالك دير بالك، وصلوك هالطلايب، وصلوا هنا، وصل هناك شعار العاصفة، شعار العاصفة، شعار العاصفة وصل أيضا في هذه اللحظات الشاهنية، الشاهنية من الجانب الآخر، الشاهنية لهجن العاصفة غيات الهلالي. وصل وخذ المركز الثاني، المركز الثالث وصلت التزام، التزام أيضا لهجن العاصفة أيضا مع غيات الهلالي. المركز الرابع، الله يا بالصقعة بالصقعة، لا زال مقاوم، لا زال يقاوم الكبار ويصارع الكبار، وهو فطحل فطحل من الفطاحل الكبار. الله الله، هذه اللي في المركز الرابع، اللي خذت المركز الرابع في هذه اللحظات، المرعوشة 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 لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع خليفة بن سالم بالصقعة الغفلي. ولكن المركز الخامس،
اللي تدخلت في هذه اللحظات اللي هي أيضا الشاهينية لهجن العاصفة مع غياث الهلالي. هذه الخمسة، هذه الخمس المراكز، وأرى المركز السادس، أرى هناك شمعة أيضا لهجن العاصفة مع غياث الهلالي. الله 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 الله، هناك اشتدت المعركة، غيرت النتيجة، تغيرت النتيجة ونحن نعد المراكز. هناك اللي غيرت في هذه اللحظات الشاهينية، الشاهينية مع هذا الشعار، هذا الشعار الأسود، هذا الشعار الملكي، هذا الشعار المتميز أيضا المملوك لهجن العاصفة والمملوك لولي عهد دبي حفظه الله ورعاه، الرجل الذي لا يلو جهدا باهتمامه بهذه الرياضة والدعم الكبير لهذه الرياضة العربية الأصيلة. الشاهينية في المركز الأول سيطرت على الموقف، سيطرت على الناموس. الشاهينية لهجن العاصفة مع غياث الهلالي، والكيلو المتر الأخير، الكيلو المتر الخطير. والمركز الثاني هقوة، هقوة ضيفتنا العزيزة تراجعت إلى المركز الثاني، المملوكة لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود مع جابر بن محمد بن جرينيس المري. المركز الثالث، المركز الثالث، هناك التدخل في هذه اللحظات اللي ادخلت التزام لهجن العاصفة مع غياث الهلالي. المركز الرابع، المرعوشة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم خليفة بن سالم الصقعة. يا ولد يا ولد يا ولد، تصارع الكبار في هذا المساء، وعادت أيامك يا بالصقعة، عادت أيامك مع بلابل، أيام ند الشبع. ولكن نعود إلى المقدمة، المعركة طاحنة بين الثنتين، بين الشاهينية وبين هقوة، هقوة هقوة، ولكن الشاهينية لا زالت مسيطرة، لا زالت مسيطرة، والمعركة طاحنة، معركة داحس والغبرة بين الثنتين. ولكن خلاص أعتقد أن الشوط شاهيني، والشوط عاصفي، والشوط أيضا لغياث الهلالي مع أيضا هذا الشعار الجميل. سلام يا العاصفة، سلام سلام يا العاصفة على هذا الفوز وهذا الإنجاز الكبير. تهانينا لهجن العاصفة وتهانينا لغياث الهلالي. المركز الثاني هقوة لصاحب السمو الملك الأمير تركي بن محمد آل سعود وجابر بن جرينيس المري. المركز الثالث المرعوشة لسمو الشيخ حمدان بن راشد. المركز الرابع وصلت فيه التزام أيضا لهجن العاصفة. والمركز الخامس، المركز الخامس وصلت فيه الشاهينية أيضا لهجن العاصفة. هكذا كانت النتيجة والإعادة. هذا هو أمامكم مخرجنا المميز يعيد لنا ويعطينا التوقيت 12 دقيقة 26 ثانية 8 من الأجزاء. تهانينا لهجن العاصفة وتهانينا لغياث الهلالي على أيضا فوز الشاهيني بالمركز الأول. المركز الثاني كان من نصيب هقوة 12 دقيقة و26 من أجزاء. تهانينا لأشقائنا وتهانينا لصاحب السمو الملك الأمير تركي بن محمد آل سعود. تهانينا لجابر بن جرينيس المري. المركز الثالث وصلت فيه المرعوشة، حيث أنها قطعت المسافة في زمن وقدره 12 دقيقة و 34 ثانية وخمسة من الأجزاء. تهانينا لسيدي سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، وتهانينا لخليفة بن سالم الصقعة. هكذا كانت النتيجة أيها الأخوة مشاهدينا الكرام.